قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله أكبر The best 10 days of our life and proclaim the pilgrimage among men they will come to thee on foot and mounted on every camel lean on account of journeys through deep and distant mountain highways. A unique opportunity to get closer to Allah. To learn more, follow the upcoming series on
the virtues of the first 10 days of Dhul-Hijjah. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. Learn how we can draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala during these days which are full of blessings and great rewards in the virtues of the first 10 days of Dhul-Hijjah. Next on Peace TV. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم
فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Love for the sake of Allah. Hate for the sake of Allah. Give for the sake of Allah. We hold for the sake of Allah. That's how we save our iman. Learn the art to purify your soul to keep yourself apart from the hellfire in How to Save Our Iman. Every Thursday at 4 p.m. and repeat telecast at 2:30 a.m. UK on Peace TV. The true and faithful servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma'idhin nadhira. Some faces in the day of resurrection will beam in brightness. Their qualities, their characteristics. Alladhina amanu. Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Watatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Sheikh Sayyid Al-Ghadi. And their hearts find tranquility and rest by remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Can we be one of them? Indeed, by remembering Allah subhanahu wa ta'ala, hearts find rest and tranquility. Welcome to a brand new series, The Servants of Allah. Hisham Bella. Which inshallah ta'ala will focus on those issues which Allah subhanahu wa ta'ala loves. Let's learn how and what gains us the favor and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in Servants of Allah. Every Thursday at 4:30 p.m. and repeat telecast at 3:30 a.m. UK on Peace TV. The value of money in the hereafter will be measured by its proper use in the present. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa
According to the glorious Quran, one of the best ways to use your money is to spend it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala by spreading His message of Islam. Peace TV is a non-profit Islamic satellite television channel that is primarily dedicated for just that cause, the proper presentation of Islam. It's a great choice to invest in it and a golden opportunity to purify your wealth in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Support Peace TV. Send your zakat and donations to IRFI Al Rayan Bank, 47 Calthorpe Road, Birmingham, UK. B151TH. Pound account number 01132301. IBAN GB49ARAY 3000830113230 1. Sort code 300083. SWIFT BIC code ARAY GB22. Please confirm your contribution at support@peacetv.tv. Support Peace TV, the solution for humanity. A friendly message by Dr. Zakir. The most profitable business. Would you like to know the business in which you earn the maximum profit? The secret is given in the glorious Quran, in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 261. The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed of grain, which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. And Allah multiplies His reward to whom He wills. If you spend your wealth in the way of Allah, you'll get a return of 700 times. In business terminology, you'll get a profit of 70,000%. Is there any business you know of in which you'll get a better return? Invest today in the way of Allah. Peace TV, the solution for humanity. Solution for humanity. Far across ocean and land, here we are, leaving conviction in our hearts, crying out to the heavens on the plains of Arafat, standing proud beside my brother, silent at Muzdalifa. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we have been learning a lot of deeds, a lot of acts that which can be preferably done during these 10 days of Dhul-Hijjah. In the previous episodes, we learnt about the act of worship, which is a dhikr. And that is one of the most virtuous acts to be done during these first 10 days. Today, inshallah, we will continue speaking on the same topic of making dhikr of Allah with our beloved Sheikh Haytham Al-Haddad from UK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, alhamdulillah, we had learnt in detail about the way how the dhikr needs to be done and what are its virtues and how was the attitude of our salaf. So what more, or could you add more details to this virtuous act of dhikr during these first 10 days?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Obviously, when we talk about dhikr, we need maybe a full series to talk about dhikr. The topic of dhikr is so vast. We just mentioned a few ahadith about the importance of dhikr. We mentioned a very important hadith which highlights the nature of dhikr that we want, that Allah Jalla wa Ala wants from us. That's right. We mentioned hadith Abi Darda radiallahu ta'ala anhu, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us that dhikr is more virtuous than jihad fi sabilillah. Subhanallah. Which is dhikr? What is that dhikr that is more virtuous than jihad? We said that dhikr in which the tongue synchronizes with the heart. So in reality, it is the dhikr of the heart. And the tongue is expressing this, which means that the person is mindful of Allah Jalla wa Ala all the time. And when the person is mindful of Allah Jalla wa Ala all the time, he is remembering Allah Jalla wa Ala all the time. Then, as Ibn Hajar said, when the person remembers anything that pleases Allah Jalla wa Ala, he will be the first one to do it. When something happens which needs him to be involved in it for the sake of Allah Jalla wa Ala, he will be the first person to be involved in that. So he said, because this person is mindful of Allah Jalla wa Ala, when the time of jihad comes, he will be the first person to go for jihad. So what motivated him to go for jihad is the zikr of Allah. The zikr, the real zikr. The real zikr of Allah. Of Allah Jalla wa Ala, which is in his heart. When the time to give sadaqah comes, he doesn't think 10 times before giving £1 or $1. No.